طب أصالة قابلتها ازاي وعملت لحنها ازاي؟ أصالة برضو أنا وطارق صحاب قوي، وهو اللي عرفني أكيد على أصالة، بس كان زمان طبعا. أصالة حبيبة قلبي بقى لها فترة كبيرة. والأغنية دي سمعتها لها وهي بتعمل ألبوم، بس دي أغنية كانت لأصالة بقى. سمعتها لها وهي بتعمل الألبوم وقالتلي عجباني قوي وخليتها عملتها. كانت يعني إيه بقى؟ فكرني بيها. حبيبي لو كنت تشوف قلبي ازاي ملهوف وانت بعيد عني، ده ملوش غير سيرتك ويايا، قول للبعض كفايا وارجع طمني. الله عليك يا حسام، واحد قاعد عايز يخليك يقررك كل الاغاني. حبيبي شاغل بالي هواك، تعب قلبي معاك، فاكر قال همسة دي ليالي عايشة بفكر فيك، شايفة الدنيا عينيك واللي ازاي همسة. طب شفت بعناية دي بهدلت الدنيا يعني فعلا، روتيتنج بقى، ما كان خلاص عدينا بقى زمن الكافيهات ودخلنا في حاجه والناس بتسمعها بشكل متواتر يعني منتشر بالعرض والطول جدا، عندك تفسير؟ اعتقد انه كان ساعتها الموسيقى اللي كانت بتتقدم ساعتها يعني الهاوس كان لسه في بدايته. ودي كانت من اول اغاني الهاوس اللي اتعملت، فكانت ساعتها جديده. فيمكن ان التغيير، كان حماقي برضه عامل قبلها بسنتين احلى حاجه فيكي، وكانت جنريشن طلع جنريشن من الموسيقى جديده. فعشان كده يمكن في الاوائل الاغاني دي هي اللي نجحت قوي، علمت مع الناس. فظيعه.